قتل 6 مدنيين وأصيب العشرات في قصف لقوات النظام السوري على مدينة دوما في غوطة دمشق الشرقية وفق ما ذكرته مصادر ميدانية. ورجحت المصادر ارتفاع عدد الضحايا بسبب وجود عشرات الجرحى في حالة حرجة في ظل غياب العناية الطبية بعد تدمير آخر مستشفى في المدينة منذ أسبوع. من جانب آخر، أعلنت فصائل المعارضة السورية إسقاط طائرة حربية من نوع ماج 21 في مدينة الصقبلية في ريف حما الشمالي وسط غموض حول الجهة التي تتبع لها الطائرة.